يدين عند تكبيرة الإحرام بس كبنا وإذا استكان لكاتي وتني الله أكبر بمشي أو تاستي شان ياخد تاستي جوي هردوكي هاتو هردوكي هاتو. ابن عمر فرمى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه. فرمى پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كاتيا نيجدا بس الله أكبر يكردو دسي برزا كردو حتى وكو أستي شانكاني ركي شانكاني لبي دسي روي لبيشوية بنجكاني بوشي وكراون نآوايا نآواشا أبو شيء طبيعي هم يروي لقبلة الله أكبر أبو شيء الله أكبر يك أما هيئتي كم حديث كي ابن عمر لبخاري بلام لي ابن مسعود شاهد وكدست إير برسكي تو ابن مسعود بوخوي واي كده عند ستة إير برسكي تو الله أكبر إلى سديه يعني تا لا يصنجي هيئتي دوميا همان دس برسكي تو بلام كاتي أشي بوركو كاتي الله أكبر كيتو أشي بوركو سنة دس برس كيتو بهمان شو تأسي شان كان يا تأسي جوا كان أيش لبروي هري بن عمر لهمان فرمودا فرمي كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع كبر ورفع يديه حذو منكبيه فرمي أجر نيجي داب بس يا الله أكبر يا كرد دسي برس كيتو تأسي شان كان وأجر بتشوية الركوع إيش الله أكبر يا كرد دسي برس كيتو تأسي شان كان أو ساكت أشوية ركوع ولا لفظ كترا فرمي افتتح الصلاة ورفع يديه حذو منكبيه وكبر باشا باشا أنا فرمي وإذا ركع رفع يديه كذلك يعني وكو تكبيره الله أكبر كدي سندسي برزك الدوم أما هيئتي دوم هيئتي سيم دس برزك النوايا لسمع الله لمن حمده يعني تشيت ركوع كسر برزك الدواء بيد برزك يتو جاري كتر دس برزك يتو يعني لسير شو أنا بمشي ودس برزك الدواء تو بدائمي كايش بهمان شو محمدي حديث ابن عمر لسر أو يبيشو كافر وإذا رفع من الركوع رفع يديه حذو منكبيه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كاسك كسر برزك الدواء لركوع دسي برزك الدواء تاستي شان كاني ويفرمو سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أما السيدان هيئة لهيئة كاني نيجي إن شاء الله درسي داتو هيئة كاني ترشيكين والحمد لله رب العالمين.